فارس فارس أبو علي، أنا طلبت السماح من يحيى بس هو مردش عليا، بس أنا عارف إنه هيسامحني صح؟ هو أكيد هيسامحني، هيسامحني لما يعرف إن أنا كنت نازل وعارف إن أنت في خطر. شفت رافع عليك المسدس، معرفتش أعمل إيه بصراحة. أنا آسف، آسف يا حسن، وآسف يا يحيى، بس والله ما كانش قصدي. مذهبي؟ ايوه. انا حازم زين العطار، اخواتي تعرضوا للقتل. حضرتك كان حق في الموضوع ده بعدين، انا جاي عشان موضوع تاني خالص. انا معايا امر ضبط واحضار استاذ ريهام الذهبي. ليه؟ الاستاذه متهمه بشروع في قتل صالح العطار. انا عمري ما هنسى اللي انت عملتيه فيا زمان. صالح انا اسف. اسف على ايه؟ على اني خليتيني احبك؟ وقفت ليه؟ من النهاردة العيلة دي مش هتكون جزء من تجارة السلاح في البلد دي. تقولين يا ابني عايزين ايه؟ عينيك يا صالح، ما بقتش شايفاني زي زمان. شد حيلك. مين يا دكتور؟ صالح، عشان في حاجات كتير ماتت. هتزعل واللي بيموت ما بيرجعش. ياسمين اطلبي لي حازم موبايلي فصل شحن. طيب حاضر يا مامي، هطلبهولك حالا. الو الو، اي حاجه دلوقتي؟ ايوه يا حبيبي، طمني عليك انت واخواتك، ايه الاخبار؟ الحمد لله، يحيى وحسن عدوا مرحله الخطر الحمد لله. وصالح؟ الحمد لله، هو كمان عدى مرحله الخطر. طيب يا حبيبي، وحسنك طمنتني، اديكوا بالسلامة، خلي بالك من نفسك ان شاء الله يا امي. الله يسلمك. باي يا حبيبي. سليم بيه، بص، الو، كل رجالتك ما يتهوروش ويضربوا نار، ده لو عاوزين تشوفوا بنتكم تاني. كنتش فاكر انكم هتهاجوا ورايا بالسرعه دي، بس وماله، رضوان بيعرف يوجب مع ضيوفه في اي وقت.
نورته. انت عايز ايه يا رضوان؟ انت عارف كويس انا عايز ايه يا سليم عطار. عارف كمان ان رضوان ما بينساش. فاكر المكان ده ولا نسيته يا سليم؟ كلام اللي انت بتقوله ده يا رضوان كلام قديم، مات واتدفن من زمان. بعدين في حاجة كمان انت مش فاهمها يا اخي، حتى وانت دراعك ملو في يدي اتكابر والعظمة واخداك. انتوا فاكرين نفسكم ايه يا عطارين؟ وانت برضو مش عيب عليك تخطف حرمة وتتحمى فيها. انا ما كنت جاي عشان اخطف حريم، انا كنت جاي اخلص عليهم كلهم. قصاد رقبتك انت وانا جيت لك اهو، يبقى تاهت ولقيناها. سيب بقى البنت اللي معاك وتعامل معايا راجل لراجل. لو عايزها يبقى تجيني لحالك، تركب زوديك من عندك وتجيني فيه بطولك، وقول لرجالتك اللي مصابين سلاحهم عليا دول لو حد فيهم فكر بس يدوس على الزناد بنتكم هتموت قبلي. ماشي يا رضوان، ماشي. وانا جاي لك لوحدي. ايوه جيان، في اي اخبار جديده يا سليم؟ قربنا يا جيان، قربنا. انا مش عايزك تقلقي. انا مش قادره اصدق ان حتى بناتنا وقعوا في الشر اللي عشنا فيه طول عمرنا. ما تقلقيش بقى، بنتك هتبات على سريرها النهارده. مش ولاد زين اللي يحصل معاهم كده وانا عايش. انا كنت بكلمك عشان اوصيك يا سليم، لقيتك لسه عايش على وصيه زين. وحموت عليها كمان يا جيان. أرجوك ما تموتش، لا أنت ولا أي حد تاني. مش عايزة حد يموت، خلاص ارجعوا لي كلكم بالسلامة. بالسلامة. سلمى! سلمى! سلمى قومي! قنبلة فين؟ فين؟ اهدي 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 يا سلمى. يلا يلا على المية اجري. ازاي يا سليم على اللي بتعمله معانا؟ انا وعدتك يا جيان، ربنا ما يحرمنا منك ابدا. انا خدتك ليه يا عم سليم؟ مش عارفه من غيرك كان ممكن يجرالي. ولا حاجه يا حبيبتي، الحمد لله انك رجعتي بيتك وهتنامي الليله دي على سريرك ووسط اهلك. هسيبك بقى مع مامي علشان اروح اريح شويه. باي باي. مع السلامه. عن اذنك يا جيان. مع السلامه.